هل خدمة الزوج واجبة على الزوجة؟ نعم، خدمة الزوجة لزوجها فرض عليها وطاعته واجبة عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. حديث صحيح. لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه، تبقى واقفة وهو يأكل تعد له الغداء والعشاء، هذا من حق الزوج. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علينا من بعض الجهال الذين ينشرون في وسائل الإعلام ويتكلمون ويتجرؤون على الله عز وجل وعلى دينه، ويذكرون أن ليس من حق الزوج أن تخدمه زوجته، هذا مخالف لشرع الله عز وجل. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير، زبير بن العوام زوجها، كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. هذه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين من نساء السلف والصحابة، تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خدمة الزوج فرض واجب، فكانت تخدم زوجها الزبير رضي الله عنهما خدمة البيت، لأنها علمت من شرعنا أن خدمة الزوج فرض واجب على الزوجة، فرض الله عز وجل عليها أن تخدم زوجها. كذلك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تخدم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه حتى شق ذلك عليها، فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها، لأن كانت تخدم زوجها عليا. هكذا نساء السلف، هكذا نساء أئمة الإسلام، علمنا من شرع الله أن خدمة الزوجة لزوجها فرض عليها، وخاصة إذا أمرها. لا يوجد خلاف بين أهل العلم إذا أمر الزوج زوجته بأمر من الأمور، أن تغسل ثيابه أو تعد له الطعام أو تفعل له أي شيء في البيت، واجب عليها أن تطيعه، فخدمة الزوج واجب أو واجبة على المرأة.